من اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية في الغرفة الجنائية، ملف رقم 1391904، قرار بتاريخ 16/9/2020، قضية النيابة العامة ويان ومن معه ضد الحكم الصادر بتاريخ 3/2/2019. الموضوع إثبات جزائي. المرجع القانوني المواد 227 228 229 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: يتعين على كل شخص استدعي كشاهد أداء اليمين القانونية متى كان هذا الشاهد غير محفى من حلف اليمين أو تم استدعاؤه بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة.